في 5 ثواني ان انا اقول للحضور الافاضل اهتمامي بنقابة الاعلاميين. انا اتخرجت من كلية اعلام سنة 1996 متخصصة في الصحافة والتلفزيون والاعلام، لم اعمل في غير هذه المهنة ولن اعمل، مش هرشح نفسي أبداً لا آجلاً ولا عاجلاً في أي نقاب، هو اهتمام مخلص بمهنة أحبها وأحترمها، ولا أعتبر هذه المهنة أنها حكراً ولا حصراً على المذيعين. نقابة الإعلاميين أو الإعلاميين هم طيف أوسع بكتير من عدد عشرات أو مئات المذيعين سواء في الإذاعة أو في التلفزيون. المهنة دي قائمة على المضمون، قائمة على رسالة تقدم إما مسموعة أو مرئية أو حتى محسوسة. فمختلفة مع كامل محبتي واحترامي لأستاذ محمد عبد الرحمن، أنه لا دي مهنة المذيعين ولا نقابة المذيعين. لو هنتكلم في التفاصيل، أزعم أن أنا قريت المشروع ده بقدر من التأني، في تفاصيل كتيرة خلافية ممكن يؤخذ منها ويرد كأي قانون أو كأي مشروع قانون. أنا هتكلم في روح مشروع القانون، لأنه لو اتفقنا على روح مشروع أو روح قانون أنجزنا، وإن اختلفنا فالمشروع اتنسف والنقابة اتنسفت ولو حتى معنوي. في 3 أشياء أساسية في مشروع القانون ده أعتقد أن إحنا لازم نتكلم فيها. 1، لجنة القيد أو اللجنة المؤقتة اللي أشير أنه رئيس الوزراء هو اللي هيشكلها. الحاجة الثانية هي تعريف الإعلامي. الحاجة الثالثة هي شروط الالتحاق. 3 حاجات دول لو روحهم ما كانتش ضامنة وفاهمة لمهنة الإعلام، فمهما كانت المواد كلها عظيمة اتنسفت فكرة نقابة. مش هقول نقابة حرة، نقابة قوية، لا، هقول نقابة تليق ببلدنا، نقابة تبقى وتد للدولة في وقت الأزمات ووتد للشعب كل يوم وفي كل الأوقات، نقابة تخلق من إعلاميي مصر قبلة للمنطقة العربية وما حولها، قبلة للإعجاب والاتباع والتقليد، وليست قبلة لرشق الأسهم والمعايرة. لو إحنا عايزين نعمل نقابة حقيقية تبقى سند للعاملين في المهنة وسند للمهنة وسند للدولة وسند للمجتمع، يبقى لازم نتكلم بصراحة مطلقة في 3 بنود دول أو 3 نقط دول. وأعتقد أنه 3 نقط دول هم كانوا السبب التاريخي الحقيقي لرفض نقابة الصحفيين ضم الإعلاميين، لأنها ارتأت أنه بهذا الشكل فسيدخل في نقابتهم وهم على حق الحابل بالنابل، وإن ارتضينا نحن الإعلاميين بذلك على عكس قناعة الصحفيين يبقى احنا أجرمنا في حق قانون نفسنا ونتنشق وبلدنا محتاجاه. 1، اللي أنا قريته مثلا في تعريف، أنا مش هدخل فيه تفاصيل كتيرة قلت نقدر نتكلم فيها، بس ترتيب اللجنة المؤقتة والتعريف والشروط. طيب اللجنة المؤقتة في فهمي هي من أهم أو قد تكون أهم جماعة في تاريخ هذه النقابة، لأنه اللجنة دي هي اللي هتحدد مين اللي هيدخل، إيه الشروط. اللجنة دي ممكن تفصل قانون على نفسها، وممكن تفصل قانون على الحكومة، وممكن تفصل قانون على شلة. بمعنى أنا بتكلم بمنتهى الأريحية، أنا بتكلم على فكرة، أنا مش هجومية ولا دفاعية، أنا بتكلم بمنتهى الأريحية. هو القانون هيكون طلع، هي المهم هي تعمل لائحة ممكن بمصر. لا، ما هو هقول لحضرتك على حاجة، اللجنة دي واحد لما بنيجي في تأسيس أي شيء، لو هنيجي نتكلم أنا هشرح وجهة نظري لما بنيجي في لحظة التأسيس مختلفة عن لحظات التعديل وما تلي. أنا لما هاجي أأسس النقابة دي، اللجنة دي واحد لازم أحط لها معايير في القانون. معناها إيه 19 من الإعلاميين؟ على فكرة كلمة 19 من الإعلاميين دي تنطبق على 90 مليون في اعتقادي. أنت إما بتحط رئيس الوزراء في ورطة أو بتحطه في فرصة عظيمة لتشكيل هذه النقابة. أيا كان رئيس الوزراء، على فكرة ممكن يبقى النهاردة دكتور شريف إسماعيل وبكرة ممكن يبقى رئيس وزراء تاني، أنا مش بتكلم على أشخاص. لازم نحط مقاييس، يعني 19 دول لازم يبقى فيهم تحديد
في سنوات الخبره، في طبيعه عملهم الاعلامي، في طب يعني ده شيء مهم. ممكن في الجهات اللي هترشحهم، يعني انا ممكن اقول 19 3 يرشحهم مجلس النواب، 3 ترشحهم المؤسسات حكوميه وخاصه مؤسسات اعلاميه، 3 يرشحهم رئيس الوزراء، 1 يرشحه رئيس الجمهوريه. انا مش بقول دلوقتي حصص او كوتا، انا بقول المنطق اللي احنا بنتكلم فيه، بحيث انه لما ايا كانت الجهه اللي هتسمي 19 عندها معايير. مين غير مجلس الشعب اللي يحط المعايير دي؟ اعتقد انه لو تركت على علاتها احنا ممكن نجيب 19 اصحاب بيقعدوا في صالون واحد وهم اللي يعملوا لجنه القيد، وده يعني يمثل ايما ظلم وضرر للمهنه والمجتمع والدوله. الحاجه الثانيه اللي اعتقد لجنة بهذه الأهمية، لازم يبقى في شرط عدم ترشحهم على الأقل لأول انتخابات نقابية، وإلا هيقعدوا يفصلوا حاجة. طيب في كلام كتير، بس خليني أقفز على النقطة اللي بعدها عشان محمد عبد الرحمن هيقطع رقبتي لو طولت عن ما هو طول. طيب الجزء الخاص، واللي مرة تانية هأحيل الكلام لنقابة الصحفيين، لما يقول لك الإعلامي كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا في إحدى الوسائل بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذ المهنة للكسب، وذلك في أي من المجالات الآتية. أنا بس عايزة أقول أنا لما اتخرجت سنة 96 لحد دلوقتي بقالي 20 سنة بشتغل الشغلانة دي، مش من على القشر، أنا بشتغلها أزعم إن أنا أعرف من أيام الأنالوج لما كنا بنسجل الشريط بيدخل المكتبة إزاي، بيتبس ازاي، وبيعاد بس ومن القمر الصناعي ازاي، وبيتأرشف ازاي، وبيتمسح ازاي. ولما دخلنا في الديجيتال والاتش دي ببقى عارف كويس جدا السجن اللي انا رايحه طلع فيها طلع على اي مدار، وهتتسايف ازاي على الهارد ديسك، المعد كتب ايه، عارفه الدايره الفنيه التلفزيونيه. لا افاخر بذلك، انما اقر حقيقه انا يعني سعيده ان انا جزء منها. فلما يقول اللي بيشتغل في الإعلام هو تقديم البرامج، التنفيذ على الهواء، يعني ايه التنفيذ على الهواء في شغلتنا؟ على فكرة كلمة التنفيذ على الهواء دي ممكن يندرج تحتها حاجات كتيرة جدا، ناس إعلاميين وناس مش إعلاميين. جامع المادة الأرشفية، مين جامع المادة الأرشفية؟ أولا لازم لما يتكلم على مراجع نصوص، يعني ايه مراجع نصوص في شغلتنا سواء في الإذاعة أو التلفزيون؟ ما هو برضو انا يعني ما هو اتحاد اذاعه التلفزيون احنا في النهايه كلنا اعلاميين. مراجع النصوص ده يعني ايه؟ يعني الرقابه ده موظف مش مبدع في الاعلام، موظف. طيب مراقبه الشاشه، ما انا مش على فكره انا مش بتكلم في منطق السنسورشيب، لا انا بتكلم في طبيعه وظيفته وعلاقتها بالاعلام. مراقب الشاشه، مين مراقب حضراتكم؟ استاذ اسامه هيكل في يوم قريب، انا كنت وزير للاعلام واتحاد الاذاعه والتلفزيون كله بتفاصيله تحت ايدك، عارف عندك كام حد، كام شخص تحت بند لا مراجع نصوص ومراقبه شاشه؟ مئات. طيب لما كنا بنتكلم في تعريف العمل الإعلامي، صعب جدا، وهنا أتفق مع أستاذ محمد عبد الرحمن، بس اتفقنا على أنه لازم لما نتكلم على العمل الإعلامي نتكلم على العمل الإبداعي الإعلامي، لأنه زي أي عمل تاني في فنيين. نعم يا فندم؟ هيقولوا متفق معايا بس لو قلت الكلام ايه ده والله؟ معلش بقى. طيب في فنيين، في إداريين، في أعمال معاونة زي أي مهنة في الدنيا، ليسوا أقل منا، إنما مهنتهم مختلفة عنا. عندنا نقابة الصحفيين فيها الصحفيين اللي هم العمل الإبداعي، وفيها عمال المطابع اللي لهم نقابة بتجمعهم مظلة أعلى اسمها في التمثيل مثلا، عندك نقابة المهن التمثيلية، إنما في نقابات متخصصة. ما ينفعش أدخل النقابات دي على بعضها، لأنه طبيعة عملهم وطبيعة رسالتهم مختلفة اختلاف كبير جدا. يعني أنا هقول لحضراتكم على حاجة، إحنا عندنا نفس المهنة بنفس المسمى، بس واحد فيهم
أعتقد أنه مش بس إعلامي لازم يدخل في نقابة الإعلاميين، واحد تاني مكانه نقابة أخرى، المصور. أنا عندي نوعين من المصورين، عندي مصور عظيم ممكن ينزل في الشارع ويجيب صورة تقلب الدنيا أو تعدلها، ممكن يبقى عندي مصور أبقى أنا أو المراسل أو المعد موجودين في الحدث، بس هو فاهم أنه اللقطة دي إخبارياً قد إيه مهمة قد إيه خطرة، ده مصور إعلامي. عندي مصور تاني كان بيشتغل عامل بوفيه، ولما رفضوا المصورين رقوا خلوا مصور في الاستوديو. الاتنين مصورين، بس فيهم واحد إعلامي وفيهم واحد بيتبع لنقابة أخرى فنية. يعني باندورا بوكس أو صندوق الشرور كله في هذه المادة، وهي تعريف الإعلام. لازم نربطها بالعمل الإبداعي الإعلامي، وإلا في ثانية وبحسبة صغيرة جدا كده من أستاذ أسامة هيكل يقدر يطلع لك دلوقتي 50,000 بني آدم ملوش أي علاقة بالعمل الإعلامي الإبداعي ويبقوا هم اللي في النقابة. فدي أزمة كبيرة. وبسرعة هنقل شروط الالتحاق، ومتفقة جدا مع دكتورة هويدة في اللي أنا سمعته منها. لا، شروط الالتحاق يجب أن تكون على الأقل فيها نوع من الاقتداء من نقابة المحامين أو نقابة الصحفيين. إنه حضراتكم عارفين في كام خريج إعلام من كليات ومن معاهد ومن تعليم مفتوح وتعليم مقفول ومن تعليم منازل. عايز أقول لحضراتكم لو فتح الباب مع الاعتراف بأنه في ناس مش خريجين إعلام وهم أساتذة لنا، يعني أنا برضو مش بحاول أقسم وأقول خريج، لا أنا بتكلم أنه لازم يبقى في معيار نقابي مهني بيقول من الذي يلتحق بهذه النقابة، وإلا هتبقى نقابة لربات البيوت اللي تخرجوا من 10 سنين من تعليم ما معاهم شهادة حقيقية. إنما بالتأكيد ممارستهم للإعلام هي الفيصل، أو قدرتهم على ممارسة الإعلام هي الفيصل في التحقهم بالنقابة من عدمه، مش مجرد الشهادة. في تفاصيل كتيرة، بس بتهيألي الثلاث نقط دول هم الكفيلين بأن هم يعملوا نقابة محترمة بنحلم بيها، أو نقابة لا تضيف أي شيء، بالعكس تخصم من رصيد الإعلام في هذا البلد. شكرا جزيلا.